نيتات ضياء لينا ضياء نودا ماما هاد النهار نهار الموحد خاصنا نوضو شي شويه بكري شوفوا شكون فاق وشوفوا شكون مازال شنو كنتي كديري في التليفون عيطت ملهي قلت لها ضياء قلت كتفرجي في يوتيوب شنو قلتي لي كان شوف الامتحانات المحليه كتراجعي في اليوتيوب مزيان شدك الخلعه بزاف ولا شويه بزاف الاذان ديال الفجر مهم ما تخافي والو بزاف كيقولوا بانه عادي حتى انا دوزتو كان عادي ولكن انا دوزتو زمان بغيت نواسيك ولكن انا براسي مخلوعه انا مخلوعه اكثر هادشي غادي شنو ها سقلت شنو قلتي نتفاو الضو خاصك تنوضي تمشي دوز الامتحان لينا راه حنا معطلين هادي الصونس لا سبعة ونص هاد شوفي عرفتي شنو غادي ديري لينا راه حنايا خاصنا نوضو باش نراجعو باش نمشيو للمدرسة سمعي سيلينا سيلينا عرفتي شنو خاصك ديري دابا غتنسي القراية غادي تنوضي اولا غادي تلبسي وتغسلي وتمشطي عاد تجي تقراي وتفطري باش تكون عندك ديك الانرجي ما حدك في الفراش شنو تحسي فيك ولكن البرد جوج ماشي مشكل باغا تسقطي ماشي مشكل نعسي باغا تسقطي نعسي لينا باغا تسقطي نعسي صافي بنتي ماشي مشكل باي باي عافاك شنو قلتي لي بونجور نجي لحدك باش بوسيني قالت ندخل حداها في الفراش وانا ما بغيتش انا كاع ما دارتش ليا بونجور هذاك اللي قالت لي من جهه اخرى بعد هادي باش تعرفوها انها واخا شارفه كتغير صبر عين يلا ضياء بونجور اجي نشوف بونجور اميره فقتي مزيان مزيانه كلشي بخير ويلي 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 على هاد الصغيوله ونوضي الله يعطيك الدل ونوضي نوضي الله يمسخك خير يا أصدقاء شوفوا شكون فاق بالسيف باش لبسات الشعر قلت حتى نفطر عاد نمشطو ياك المهم سخنت لهم الخبيز ودرت لهم فيه النعاس تشيشه كلشي فيه النعاس العالم فيه النعاس انت فيك النعاس انا فيه النعاس خصك الناس اللي كيتفرجوا اللي خارجين ولكن كان خاصنا باش نوضو باش نمشيو ندوزو الموحات يلا حيت مازال خاصك اش من جوج هما مازال خاصك تمشي تراجع ما حد اختك عندها شويه الوقت باش تعاود تراجع معاك صافي عندك جوج ديال المواد اللي خاصك تركزي عليهم مهم هنا عندنا ساعتين ديال المات وساعه ديال التربيه الاسلاميه مهم درت لضياء القهوه درت لينا اتاي درت لهم تشيشه تخنت لهم يلا اختي فطروا باش تمشيو تقراو شي شويه وانت غادي نمشي نتفرج لك داك الشعكوك حتى انت غادي نتفرج لك ديك الشعكوك ضيا كتزير معاها الشغل قالت لك عطيني بالترتيب يلا سير عطيها ماشي بالترتيب طابلو ضيا كيفاش طابلو خاصني نقلب بالعربيه جدول طابلو ديال سي دوني مدراج اهدوني ميتراج يلا سير انستغرام نسبة مئوية بورسنتاج تيتا دائري ديجرام سيركولير مخفف هاي 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 شعيبية غرافيكا لين بريزي برافو مخطط بركة بركة شوف عين غرافيكا بإفراط باغ اكسيل بتفريط par défaut bravo quotient de ciment quotient de ciment exact exact قلت لك لا انا اللي قلت لها بركه شوفي عين راه انا عرضت اصلا عليا البارح دوري بنتي نشوف الضفيره شوفي شنو درت لها لشعرها دوري انت نشوف تاهي شوفوا شنو درت لها هذوك غير حوايجنا اللي غادي التوني ديالي هذاك باش نمشي يلا ونوضي خصك تلبسي باش تمشي في حالك لبسي الطبليه ها ضيا كتجبدي الصداع لا اجي قلت لك نقول لك واحد الحاجه
عرفتي شحال ضيا كتوقعي تجيبي في هاد الدور؟ معرفتش تقريبا. عطي عدد انت شحال كتوقعي؟ ما تجيبوش ليا انا ما عرفتش. انا كنقول يمكن لينا غادي يجيب 8 يمكن ضيا غادي يجيب 17. يلا 18. علاش ما تقوليش كثر؟ علاش ما تقوليش كثر؟ نتمنى ان الاصدقاء تاعهم يقولوا لنا شحال توقع ديالهم وهما كيفاش غيدوزوا، حيت فاش غيشوفوا لا فيديو غيكونوا ديجا دوزوا. شدك الخلعه ضيا ما قدرتش توقف على الرجلين ديالها، في اخباركم من الصباح وهي كدور ودور ودور. ونيش خاصك باش نحيد هذا ستريس كبستين وطاري مشى الحال. يلا حيت كنتك سير الشعيبيه، سير الشعيبيه شوف واش كون ساله. انا سالينا بكري ها كي دوزتي مزيان، كنقول شي ساهل ما قلتي لي انا تجريبي صعب من ايوا تجريبي صعب من واحد فرحانه. شوف شنو دارت. المهم قالت انها دوزت مزيان، انه كيقرا معاك كتبرقك دوزت مزيان، ان الخلعه قلتي لي كانت اكثر من الضحك اللي كان فيه اكثر من الامتحان، والامتحان ماشي بديك الصعوبيه هكا ما نقلتي. لا قول والله والله عرفتي ما نقلتي. انا قصدك انا هي الشعر قالت شنو طيبتي ها ماما هي الشعر بزاف وكان داكشي صراحه ساهل. لا قلتي لي شنو قلتي لي على اختك؟ ما عرفتش شنو دارت كتقبلها مع اختها ما عرفتش شنو دارت. هيا غادي تجي. المهم هذه الضحيه رقم واحد غادي نستقبلو من بعد الضحيه رقم جوج اللي هي ضياء وغوز. وجات الضحيه رقم جوج. كيفاش دوزتي؟ صعيب. صعيب شنو هو اللي صعيب؟ من الماتيا كلشي جاك صعيب. انت شنو حاسه براسك؟ واش خدمتي واش ما خدمتيش؟ كاينه ولا ما كاينش الاصدقاء؟ انا كنقولها وضياء بعدا فيها واحد القضيه من نهار بديتي كتقرا ضياء الطبع اللي فيك شنو هو؟ اجي حدايا ضياء فيها واحد الطبع من نهار بدات كتقرا هي انها كتقول ما خدمتش مزيان، ولكن في الاخر فاش كتجيب النقطه دائما انا كنتفاجئ ان النقطه اللي جابت مزيانه. هاد القضيه هادي فيها بالوراثه، حيت حتى انا فاش كنت كنقرا كنت كندير نفس الحاجه. دونك شنو ماتيا اللي خدمتي؟ مات التربيه الاسلاميه. شنو حاسه بالمات؟ شحال مثلا تقدري تجيبي فيه؟ ما نعرف 10؟ ما نعرف. عندي العشيه الاس في تي تكنو واللونجلي. اللونجلي كنظن غادي تكون واش غادي دوزو في السبور؟ حيتاش قالوا لي شي بنات غيدوزو في السبور. لا هما دوزو في السبور، هما ما قالناش اننا غادي ندوزو في السبور. المهم الخلاصه هي انها هي قرات دوزت وقالت انا داكشي صعيب. انتي راكي عاودتي الاصدقاء شنو؟ شوفوا هذا دابا باقي ليا هاد الشيء. ضروري غادي تمشي تخدم. يلا دابا شنو غادي تمشي ديرها تمشي تا كول هادي هادي في الصباح مشات تدوز الامتحان ونزلت نضادر في الدار. فاش قالت لي راني انا ما تفكرش قالت لك نسيت نضادر شنو قلتي لها؟ قلت لها راكي عورة بيهم ولا بلا بيهم غير يلا. وهي تم جاي قالت لي ماما راه نسيت نضادر ولا ضيع قالت لي انت عورة بيهم ولا بلا بيهم غير هي غادي يمشي علي ملح. يلا زيدي نتغدى ضياء. عرفت عليك في الصباح دابا انت تعدي عليا. نعم نعم يلا حتى تحيد الكاميرا. ولكن انا عرفتك في الكاميرا بالكاميرا. واخا واخا تا نتينا بغيتي عاد عليا غير شي حاجه قبل بزاف عافاك لينا لما بعد مني. ياك انا كنحاول باش نراجع. واخا سلامة تغدينا ما كلتش بزاف. لينا شنو كدير؟ مازال كتعرف لينا واخا يكونوا الزلازل الاعاصير الامتحانات كتاكل. ضياء مسكينه بقات فيا غير شويه وعييت بكي وما بغاتش تاكل. المهم انا جيت من الخدمه هذا النهار بكري حيت النهار مهم في عند البنات دونك خاصني نكون معاهم. يلا شنو اتفقنا انا وياك؟ باش الا جبت 17 ماما غادي تقطع لي الا قلت لها الا جبتي 17 غادي نخليها تقطع شعرها، ولكن الا ما جابتش 17 نتوما اللي غادي تحكموا عليا هذيك الساعه في لي كومونتير، حيتاش انا بغيت نحكم عليها شي حاجه ولكن قلبي ما نتوما شهدوا قولوا لي عافاكم من التحت الا ما جابتش 17 شنو نحكم عليها، ولا جابت 17
واش كافي انني نديها تقطع شعرها في الصالون ولا نزيد لها شي حاجه واحده اخرى؟ انا عندي في الراس ديالي واحد الحاجه، ولكن هي قلت لها شنو باغا، قالت ما بغاش والو، عندها كلشي. انا باغا نشري لها تليفون جديد، شنو بان نقطع لك شعرك ونشري لك تليفون جديد؟ شنو ما بغاش الا ما شريت لك تليفون دابا غادي نشري في الانيفرسير ديالك. ما بغيتش. اه انا بغيت صافي. التليفون كيخدم، التليفون كيخدم. انا بغيت لك شي حاجه دابا هي ضيع بحال الشكل ديالي مثلا. شنو فينا واحد ما عرفت ماشي واحد القناعه ولا كاين شي شكل بحال دابا ما حد التليفون خدام صافي، ولكن انا بغيت تدي شي حاجه كاليتي تكون واعره صافي. لا 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 يلا ازدي مباح ونشوف واش نجيب لك التليفون ولا لا. لا سير دير غير زدي مباح. يلا سير زدي مباح زدي مباح زدي مباح. بغاتني باش نغلبها؟ لا اختي هادي اجي لهنايا. ما قدرتي تسحب لي انك غادي تسحب لي بلي راني انا غادي ندير الورقه. ما فين كيقول لي شنو قلتي لي البارح فاش كنت طالعه معاك في لاسانسور وعنقتيني؟ شنو قلتي لي؟ عنقيني قلتي لي سيري البيت. شوف شحال شوف شحال قالت لي انا كتعيب عليها حتى هي طويله. قالت لي سيري تمشي لبيتك. سيري تمشي لبيتك. ها انا غنمشي لبيتك وغادي نديهم معايا. لا اكثر نخليهم معاك. ما هيتيش من الماكله انت، واخا يكون الامتحانات واخا يكون ستريس واخا تكون اي حاجه، المهم تاكلي طاب برك عليك. نوضي باش تراجعي شي شويه تبعك القرايه. كيف الماكله؟ ها الناس الامتحانات الخلعه كتشدهم. غادي تسالي باش غادي نقول لك واحد الحاجه زوينه اتفقت انا وضياء عليها وبغيت نديرها حتى انت معاك صافي. يلا دابا شقات كيسا كتعبر. اجي انا هبطي هبطي. انا قلت لضياء الا كيديروا كيعطيونا هاد الورق اعطي حنايا فيهم هادي الوسخ باش حتى واحد ما يغش. شي واحد ما يغش كيديروا لنا واحد بالغوز واحد بالصفر واحد بالغوز واحد بالصفر. حنايا كيديروا لنا حنايا كيديروا لنا الخضر والبيض باش ما ينقلوش. اه مزيان. ما عرفتش علاش كيفاش جا معاك شي حد من القسم؟ اه بزاف انا جوج جلدات. شوف في خبركم عاد مشيت لها شعرها ودخل عليها الامتحان دغيا تعكات وانا غتفرت لها عاوتاني. نتينا اجي قلت غادي نقول لواحد الحاجه الاصدقاء. انا قلت لها لينا ضياء الا جابت 17 غادي نخليها دير اي حاجه بغاتها هي. قالت ولا نشري لها شي حاجه. هي قالت ما بغات والو، بغات غير تقطع شعرها. وانا قلت لها تقطعي شعرك وغادي نشري لها تليفون جديد يا اما دابا يا اما في عيد ميلادها. انت شنو باغا؟ الا جبتي 8 الا ما جبتيش ولكن 8 هي 16 وحيت شنو غادي ندير؟ ما يمكنش نقول لها 9 8 نقولوا ماما 8 الا جبتي 8 شنو ندير لك؟ واذا ما جبتيش 8 الاصدقاء هما اللي غيحكموا على ضياء في الكومونتير وغيحكموا عليك انت. يلا الا جبتي 8 شنو؟ ما عرفتش صاري بالزربه ما عرفتش. هي باغا تقطع شعرها وانت نقطع شعري حتى انا نيشان حيت كان عندك كاري بلونجون دونك ساسي تقطعي شعرك. وشنو شي كادو اخر؟ انت عارفه الكادو ديالك. اه انا قلت لك انت عارفه الكادو. غادي نديك لواحد البلاصه كيديروا فيها النوكات وداك الشيء، ما بغيتش نقول سميتها في لا فيديو. وغادي ناخذ لك كاع النوكات وداك الشيء ولا كلاص واي حاجه بغيتيها، وهادشي بيان سور غادي نصور لكم. اتفقنا؟ اتفقنا. سير هادي باش كتعجبك ما تقولكش لا ماشي صافي. يلا ودي وجدي راسك باش تمشي لقرايتك. ما بغيتش تخدمي عندي ليمونه. انا ماشي شغلي خدي الليمون. شوفي وجهك كيفاش صفر. هادي خلاص كاع ما نحتاج نص ساعه الماكله. خلي لختك هاك نتينا جوج يا جوج لبسي دغيا مشى عليها الحال. دغيا مشى عليكم الحال مشى عليها الحال مشى عليكم. شوفي مشى بالحفه هزي واش نتينا حماقتي هاك. يلا سير اختي اجي دغيا دغيا. شوفي البنيتات بون كوراج قدي شعكاكتك منين ترجعي في العشيه غادي نديرو ستوري في الانستغرام باش غادي تقولي للناس شنو درتي. غادي يكون كلشي صعيب. ان شاء الله غادي يكون غير الخير. سيري كنقول لهم انا عيطوا على لاسونسور عيطي على لاسونسور على ما يجي. يلا سيري شوفي غادي نسدو لا فيديو من تما. تخيلوا تسد عليا البابا مبقى في الزنقه مزيانه مزيانه. يلا شنو تقولوا للاصدقاء؟ شكرا بزاف حيت بقيتو للاخر حتى الاخر ديال لا فيديو. ما تنساوش انكم ديروا جيم وتشتركوا في القناة وتستناو فيديو جديد واحد اخر غدا. بسلامة سلامة. سيري بحالك سيري بحالك.